هذا وقد شيعت جنازة الصحفي والإعلامي الكبير مفيد فوزي من كنيسة المرعشلي بالزمالك، حيث حضر الجنازة عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة. ورحل عن عالمنا اليوم الإعلامي مفيد فوزي عن عمر ناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض. شخصية صحفية وإعلامية فذة ونموذج فريد لا يتكرر من الشخصيات الإعلامية، إنه الإعلامي المخضرم مفيد فوزي الذي أثرى الصحافة المصرية بنشاطاته المتعددة. ولد مفيد فوزي في 13 من يونيو من عام 1933 في محافظة بني سويف، وتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية في عام 1959. ظهرت موهبته المبكرة في الكتابة ولفتت نظر والدته التي شجعته على خوض غمار التجربة، فانطلق يجدد في عالم الصحافة. بدأ مفيد فوزي حياته صحفيا متدربا بجريدة روزاليوسف، ثم تم تعيينه محررا بمجلة صباح الخير في عام 1957، وتتلمذ على يد رائد الاستنارة أحمد بهاء الدين، ثم أصبح رئيسا لتحرير مجلة صباح الخير لمدة 8 سنوات على التوالي. يعد مفيد فوزي أول من قدم فكرة تلفزة الصحافة أو تصحيف التلفزيون، والتي سار على دربه فيها فيما بعد العديد من برامج الصحافة التلفزيونية على شاشة التلفزيون المصرية. قدم مفيد فوزي أيضا العديد من البرامج التلفزيونية التي تعد علامة فارقة في عالم الصحافة المرئية والتلفزيون، أشهرها حديث المدينة وعلامة استفهام، كما قدم حوارات تاريخية مع العديد من مشاهير الفن والأدب والفكر والسياسة مثل يحيى حقي وإحسان عبد القدوس وأحمد زويل وفاروق الباز ومحمود المليجي. ربطته علاقات قوية بالعديد من أقطاب الفن والسياسة، فجاءت برامجه وحواراته ثرية نابضة، وقدم وأعد العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية في مصر والعالم العربي. لم يكتفي مفيد فوزي بأعماله الإذاعية والتلفزيونية، بل سارع بتوثيق معلوماته وخبراته الثرية في عدة مؤلفات بلغت 13 كتابا، أشهرها هيكل الآخر وأسماء لامعة ورومانسيات في زمن الجفاف وصديقي الموعود بالعذاب والنجاح عن قصة حياة العندليب، كما قدم كتاب هؤلاء حاورتهم على جزئين. تزوج مفيد فوزي من الإذاعية الشهيرة آمال العمدة، وأنجب وحيدته الصحفية حنان مفيد، وتوفي في 4 ديسمبر من عام 2022 عن عمر ناهز 89 عاما بعد صراع مع المرض، تاركا لأجيال من بعده ميراثا كبيرا من الصحافة الفريدة وغير المسبوقة.